عادت اليوم الاحد الدراسه الى جميع مدارس مملكه البحرين الحكوميه من خلال وسائل التعلم عن بعد التي وفرتها وزاره التربيه والتعليم للاعتماد عليها بصوره كامله مؤقتا بعد ان بذلت الوزاره جهودا كبيره على امتداد العطله الصيفيه لاستمرار توفير الخدمات التعليميه بالصوره المطلوبه بعد عوده الهيئات الاداريه والتعليميه الاسبوع الماضي وقيامها بمتابعه استعدادات هذا الفصل الدراسي والتواصل مع الطلبه واولياء امورهم لتوزيع الجداول وتوضيح التعليمات والارشادات الضروريه قام سعاده الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربيه والتعليم منذ الصباح الباكر بزياره مركز الدعم والمسانده المشترك بين اداره نظم المعلومات ومشروع جلاله الملك حمد لمدارس المستقبل والمعني بالتواصل والمتابعه وتسهيل كل ما يتعلق بتفعيل واستخدام ادوات التعلم الرقمي وخاصه البوابه التعليميه والفصول الافتراضيه حيث اطلع الوزير على ما يقوم به فريق متكامل ومتخصص من تعامل مباشر مع كافه استفسارات وتساؤلات المدارس والطلبه واولياء الامور مشيدا بجهودهم المبذوله في هذا الجانب المهم. بعون الله وتوفيقه بدا العام الدراسي اليوم من خلال تطبيق منظومه التعلم عن بعد وهذه المنظومه تؤكد ما وصلت اليه الوزاره في العهد الزاهر لسيدي حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه. أهل البلاد مفدى حفظه الله ورعاه من امكانيات متطورة استفدنا كثيرا من مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل والتمكين الرقمي والله الحمد كان الفصل الدراسي الماضي برغم الظروف والتحديات الكبيرة استطاعت وزارة التربية والتعليم أن تنهي العام الدراسي وأيضا تقدم خدمة تعليمية سيبقى التعليم مهم جدا في اي مسيره تنمويه وبالتالي يجب ان يتابع كل المستجدات نحن الان في وزاره التربيه والتعليم خلال هذا العام الدراسي سنراعي ايضا في الخطه الدراسيه الظروف الزمنيه وكذلك التحديات ولكن سوف يستمر طرح عدد من البرامج والدروس التي تساعد على تزويد الطلبه بالمهارات وعلى صعيد التدريب سيستمر تدريب الاخوه في الميدان وكذلك حتى تقديم الخدمه للزملاء في المدارس الخاصه والله اولا واخيرا ولي التوفيق وياتي هذا المركز ضمن قنوات الدعم والمسانده العديده سواء على صعيد المدارس التي تتواصل مع الطلبه واولياء الامور بصوره مستمره او عبر الخطوط الهاتفيه التي وفرها قطاع التعليم العام والفني فضلا عن التعليمات والصور ومقاطع الفيديو المنتشره عبر صفحات الوزاره بمواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح كل ما يتعلق بالدخول على حسابات الطلبه بالوسائل الرقميه بدات اداره نظم المعلومات الاعمال الخاصه باداره والاشراف على الفصول الافتراضيه المركزيه التي تدار من قبل الوزاره وذلك للصف الثالث الاعدادي وحتى الصف الثالث الثانوي وتقديم كافه سبل الدعم التقني اللازم للمستخدمين من طلبه ومعلمين وذلك من خلال القنوات التي تم تخصيصها بهذا الشان مشروع جلاله الملك حمد المدارس المستقبل دورنا هو دعم ومساندة مدارس مملكه البحرين بشكل عام في طبعا تفعيل البوابه التعليميه وطبعا Office 365 ايضا طبعا احنا نوفر جميع المساندة للمدارس عن طريق اختصاصيه تكنولوجيا التعليم وفي تصريح خلال الزيارة، أكد الوزير أن الوزارة سعت لتوفير متطلبات العام الدراسي الجديد، وخصوصاً في مجال تطبيق التعلم عن بعد أو التعلم الصفي الذي يراعي الاحترازات والتدابير الوقائية مشيرا إلى أن التعلم الرقمي يستند إلى قاعدة صلبة متمثلة في مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل الذي انطلق منذ العام 2005 وبرنامج التمكين الرقمي المنفذ منذ 2015 مشيرا إلى أن الوزارة عازمة على تعزيز ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الفصل الدراسي الماضي على صعيد تفعيل التعلم عن بعد ومن أهمها تحقيق أكثر من خمسة ملايين زيارة للبوابة التعليمية كانت تجربة رائعة صراحة من أول ما دخلنا المدرسة كانت تجهيزات المدرسة على أحسن ما يكون وكانت الأجهزة متوفرة والدعم موجود وعلى طول. وفروا الينا كل الاشياء اللي احنا كنا محتاجينها لله الحمد كان التجاوب مع طالباتنا من احسن ما يكون كان الحمد لله تفاعل كبير من قبل الطلاب وايضا كان المعلمين قادرين على الرد على جميع استفساراتهم واضاف الوزير ان المدارس اعدت جداول دراسيه واضحه تبين الزمن المخصص للحصص الدراسيه والوسائل المطبقه خلالها والتي من ابرزها الفصول الافتراضيه التفاعليه المباشره اضافه الى البوابه التعليميه بما تتضمنه من دروس وانشطه وحلقات نقاش الى جانب الدروس المرئيه والمقدمه عبر القناه الفضائيه وقنوات اليوتيوب المقسمه بحسب الفصول الدراسيه وفيما يتعلق بتساؤلات اولياء الامور الكرام، وخاصة بالنسبة لطلبة الحلقة الاولى من التعليم الاساسي، والمتصلة بعدم القدرة على متابعة الطلبة في الفترة الصباحية، فقد اكد الوزير ان الوزارة راعت في وسائل التعلم المتاحة امكانات الطلبة واولياء امورهم، والعاملين منهم على وجه التحديد، لافتا الى ان الحصص الافتراضية المقدمة بشكل مباشر صباحا، يتم حفظها تلقائيا في تطبيق تيمز، ويمكن الرجوع اليها من قبل الطالب وولي الامر. في أي وقت والأمر ذاته ينطبق على المحتوى المرفوع بالبوابة التعليمية وقنوات اليوتيوب كما أن الحصص المرئية قد تم الاتفاق على بثها تلفزيونيا صباحا ومساء